وراه العريش نهار اللي كتحبس التعاونيه العريش كتولي دايزه فيها الجنازه. والناس كتمشي للشواطئ كتسرق من تما فابور ما كيخلصو حتى درهم وبالنهار وبالليل والمصطفين كاملين كيشوفوا. عينا من الراس وجميع الجهات الفايا جرام قيوم علينا 1500 درهم والاخر كيشارجي لك من هواره وطه الدار دو الغابات ميريكان 25000 فرنك. دابا التعاونيه مهدده بالزوال بالافلاس والالاف ديال الناس غادا تشرد بفعل هاد بفعل باش يعيش واحد هذا كيتم اقتصاد الريع. راه العلاج مشات لها الرمله مشى كل شيء. منطقه هواره يعني كتعرف واحد النشاط ديالنا بنشاط غريب هذا في الوقت اللي المغرب كتوفر له واحد التسانه قانونيه قويه. اولا كتجلى كتجلى في قانون الساحل اللي هو 81-12 وقانون المقالع 31-13 والفصل المغربي 31 والفصل 517 من القانون الجنائي اللي كيجرم هاد الجرائم هادو وكاين العقوبه الزجريه اللي كتوصل من العام 5 سنين والمصادره ديال الاليات والشاحنات اللي كتزاول هاد النشاط هذا المشبوه. ولكن المشكل كاين في تنزيل القانون لارض الواقع. حنا كنعانيو من العمليه دي الناس كتخدم في واضحه النهار امام يعني دابا حاليا كيخدموا في هذا الفصل هذا اللي هو فصل الصيف وفصل الصياف والتجمم كيخدموا امام الناس وامام حاره الشاطئ. يعني ماشي شاحنه وحده ولا راه عشرات الشاحنات ومئات العمال اللي كيخدموا تما امام مرأة الجامع ومسمى الجامع. ويعني وزيد على اضافه الى ذلك كيخرجوا في طريق وطنيه الرابطه ما بين مدينه العرائش ومدينه طنجه. يعني اولا تهديد البيئه بدرجه يعني عاليه، ثانيا كتفوتها على خزينه الدوله على حسب ما جاء في تقرير المجلس الاعلى للحسابات ما يناهز 170 مليون ديال الدرهم. هذا كيمشي كيتفوت على خزينه الدوله. ناهيك على الاضرار اللي كيسبوا حنا كقطاع مهيكل كيسبوا لنا واحد الاضرار كبيره. حنا عندنا حنايا الحمد لله التعاونيه اللي كهنا متواجده اكثر من 30 سنه. عندي فاك يعني كتوفر مناصب الشغل الالاف بشكل مباشر ناهيك على العشرات الالاف بشكل غير مباشر. كتساهم في تنميه المدينه والاقليم وكتساهم في تنميه في دوران عجل الاقتصاد على الجهات على صعيد الجهه برمتها. دابا انا الاعمال الاجتماعيه وديك الشيء هذاك حنا ما نهضروش عليها. حنا حاليا كناقشوا الضرر ديالنا في الرمال. الان حنا المناشده ديالنا الاولى لصاحب الجلاله باش يرفع علينا الضرر. لان هاد الناس هادو حنا الحمد لله كنا سواسيه وشعارنا خلق الله على الوطن المالك. حنا كنا خصنا نستافدوا من خيرات البلاد باش يجي واحد الشخص واحد ويديها في واضحه النهار وحنا كنعرفوا الحمد لله لا القانون فوق الجميع. اللي يسري علينا يسري عليهم. فاذا كان هادشي مسموح ومباح حتى حنا نمشيو نشريو. الحمد لله عندنا في الشاطئ شوف مدينه العرايش عندها مئات الكيلومترات ديال الشاطئ حتى حنا نهزو. ماشي حرام علينا وحلال عليهم. حنا كنخضعوا للقوانين. اولا هذا المقلع المرخص الوحيد في جهه الشمال هو المرخص المقلع الوحيد المرخص. وحنا الحمد لله التعاونيه هاد الناس ديال طنجه التعاونيه كان عندها واحد الاتفاق ديال رابح رابح. من بعد ما سدوا المقلع ديال طنجه دهواره الناس ديال التعاونيه وسيد الرئيس مصطفى بن حمدان كان عنده واحد التوجه شنو هو اننا نعيشوا كاملا باش ما تكونش هاد الطريقه تتحدوا منها يكون عندنا واحد الاتفاقيه ديال رابح رابح. شنو هي الاتفاقيه؟ التعاونيه ديالنا ضربت واحد الاتفاقيه مع طنجه على اساس اننا حنا نهزوا الرمله من المقلع ديالنا ونصوها للمستودعات وهما يهزوها للمستودعات. هذا الربح نقسموه لكن حنا نربحوا 1000 درهم نديو 500 درهم وما نديو 500 درهم. راه هاد الناس كيديو الرمله فابور في الوقت اللي حنا انا كنت من هنايا كتخرج من المقلع ما بين 1200 حتى 1500 درهم الحموله الواحده زيد عليها المصاريف ديال معالجه الرمال في المستودعات. اذا كتولي تسوي الثمن في الوقت اللي كيجي واحد وكيخرجها فابور. اذا هنا كتنتج واحد القضيه ديال يعني المنافسه غير الشريفه وهذه اللي كتضر بينا. طبعا دابا التعاونيه مهدده بالزوال بالافلاس والالاف ديال الناس غادا تشرد بفعل هذا بفعل باش يعيش واحد هذا كيتم اقتصاد الريع. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عندنا واحد المشكل ديال سرقه الرمال اللي كنعانيو. كانت عندنا واحد الاتفاقيه مع الناس ديال طنجه والناس ديال تطوان. اتفاقيه عملناها في الولايه حضروا فيها جميع المسؤولين. اتفاقيه هي اننا نزود الناس ديال طنجه وتطوان بالرمل ولما تكافيناش معاهم فرضوا علينا واحد العقوبات. واذا بنا كنتفاجئ بهذاك الاتفاق كامل الغواه كيسمعوا فينا حنا هذا الرمل اللي كنخرجوا منه كنطلعوا المستودعات الجنوبيه وهنا تلقى عندنا كيفيه تلقى فيها غير الريع وما كيمشيو هذيك الرمال ديال الشواطئ مع العلم ان هذا الاجتماع
كيسرقوا من زايله الصديقات ديال طنجة هذه كامل. وهنايا عاوتاني في النواحي ديال العرايس عاوتاني جرارات. وهذه الاتفاقيه اللي عملنا حضروا فيها المسؤولين ديال طنجة كاملين وفرضوا علينا عقوبات لاننا لما قدرناش نوفروا لهم الرمال فرض علينا عقوبات. وبالقضاء اللي كنتفاجئوا هنايا بقاو كيمشيو للشواطع كيسرقوا الرمل والرمل ديالنا هي في المستودعات ديال الريح. الدار ماشي غير شي كبير احنا عندنا دابا تقريبا واحد 40 شاحنه واقفه موليه سمحوا فيها هنا في الكريان في المقلاع وسمحوا فيها ومشاو بحالو. ها هي اللي بغيت تصورها راهي 40 من قبل رمضان وهي واقفه ما عندهم لا باش يقطعوا الاوراق لا باش يخدموا لا والو. حنا كنخدموا ثلاث ايام في السيمانه بقيت عندنا الفياج 1500 درهم باش كنسريو الفياج والناس كتشل الشواطئ كتطرق من تما فابور ما كيخلصوا حتى درهم وبالنهار وبالليل والمصطفين كاملين كيشوفوا الناس كتبحر الناس كتبحر هنا والاخرين كيشارجيو الرمال هنايا غادي نديرو ندخلو معنا في هذا السوق ديال هذا اللي كندخلو في هذه المنافسه مع السوق. في 2006 سدوا الناس ديال طنجه سدوا لهم الكريان ديالهم بقاو واقفين حتى 2000 تمايا ما لقاو فين يعطيو الراس عيطوا للرئيس ديال التعاونيه قال لك السيدي زودوا هاد الناس درنا اتفاقيه وسنا معاهم التزام باش حنا غنزودوا طنجه وتطوان جوج بيهم بقينا كنخدموا واحد الوقت جا الدرابور بقينا كنلقاو معاهم مشاكل كيسمحوا لنا في الرمله وكيمشيو للدرابور من بعد الدرابور حنا درنا الغسالات مشى الدرابور بحالها ما بغيناش نبقاو واقفين درنا واحد العمليه ديال الغسالات طورنا الرمله ديالنا ودرنا الغسالات وكنخدموا بالليل وبالنهار باش كنوزدو لهم الرمله وكيجيو يديوها باش كنتفاجئوا هاد العامين هادي دابا ولاو كيهزوها في البلايه ديال طنجة تهدر غابه ميريكان كيهزوها بالنهار عين باين الرادار ديال الجدارميه قريب لهم البراج واحد الكيلومتر وهالكاميون دايز حنا كنشارجيوها هنا ونخلصوا الواجبات والدوله الداخليه تجهيز جماعه وهو كيمشي تما كيشارجيها بجوج الفرنك وكيديها ها رملتنا بقات واقفه حنا من العيد دابا خدامين ثلاث ايام حنا كنطلبوا من سلاله الملك يدعونا به راس الملك راس الملك تطوان هذه عامين ما جاو الدوفاياج تطوان مارتي الرينك وهذيك النواحي الشمال كامله 700 عماره كطلع تما في النهار وما عندهم حتى فاياج ديال العرايس ارنا كندوزو للجهه ديال العوامره كامله عامره تراكتورات. هذه الرساله توصل صاحب الجلاله اما هاد الناس هادو راه حتى واحد ما كيوقف معانا عينا من الراس وجميع الجهات الفاياج هنا مقيم علينا 1500 درهم والاخر كيشارجي لك من هواره وطه الدار والغابات ميريكان 25000 فرنك والسبب كون يشارجيها بالليل كيشارجي بالنهار ارنا حنا اتفاقيه معاهم تيقول لك منوع الكاميرات ديال العرايس يدخلوا لطنجه كنخلو لهم السلعه هنا سامحنا فيها تطوان ما كدي حتى فياج وكنطلبوا من صاحب الجلاله الله ينصره ويطولنا في عمره والله يشافيه وعدنا الالاف الناس خدامين معانا من الشيافر شيفور راه فيه كاين الشيفور وكاين الباترون جائلات والكريسون التعاونيه كتخلص عدد الناس وراه العرايش نهار اللي كتحبس التعاونيه العرايش كتولي دايزه فيها الجنازه راه العرايش لا مشات لها الرمله مشى كلشي